لمزيد من المتابعة والنقاش تنضم إلينا من القدس المحتلة الأستاذة رتيبة النتشا، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. أستاذة رتيبة، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أثناء زيارته لإسرائيل وقد أكد أن الولايات المتحدة تدعم جهود تحرير كل الأسرى في غزة، وأكد أيضا أنه يجب مراعاة احتياجات مليوني نازح من غزة. كيف تابعت هذه الزيارة؟ يعني أولا هي زيارة كانت أكثر لرفع المعنويات في المجتمع الإسرائيلي ورفع معنويات الجيش الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن دورها في دعم إسرائيل وتوفير الوقت اللازم لها والإطار الزمني اللازم لإنهاء عملياتها دون التعرض حتى للمحاسبة أو الضغط الدولي الذي بدأ يتزايد ليس فقط على إسرائيل وإنما أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الزيارة أو هذا المؤتمر الصحفي هو مجرد تطمين معنوي ورفع معنويات للجانب الإسرائيلي والتأكيد على الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأيضا لا يستطيع أن يخفي سواء كان في خطابه مباشرة أو حتى في خطاب الإدارة الأمريكية تزايد الضغط بشأن الأوضاع الإنسانية، وبالرغم من ذلك هو أيضا يعني وضع ذلك ضمن ما لا يهدد أو يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل قسري بالنسبة لإسرائيل دون تنفيذ أهدافها، وبالتالي ربما انعكس هذا الخطاب عمليا على تأجيل التصويت على الهدنة الإنسانية لأربعة أيام متتالية. الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع استخدام حق النقد الفيتو أو المعارضة لهذا القرار مرة أخرى لأن هذا سيضعها بمزيد من الضغط الدولي وسيجعل صورتها أمام العالم وأيضا أمام المجتمع الأمريكي يعني سيئة جدا، وهي تدخل في العام القادم بعام انتخابي مع تصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، والإدارة الأمريكية هي أيضا بحاجة إلى هذا الخطاب المتوازن الذي يراعي الأمور الإنسانية وبنفس الوقت إعطاء مجال ووقت لإسرائيل، وبالتالي كانت تدفع باتجاه شراء الوقت في الأربع أيام الماضية قبل تحقيق دخول الهدنة الفعلية ودخول المساعدات الإنسانية. بالجانب الآخر الجانب الإسرائيلي حتى لا يهتم بالإشارات والرسائل التي ترسلها الإدارة الأمريكية، وقام بقصف مثلا معبر كرم أبو سالم بعدما تم الاتفاق على توسيع العمليات ودخول شاحنات الإغاثة من عدة معابر أو من أربع معابر تبدأ من إضافة معبر كرم أبو سالم إضافة إلى معبر رفح، ولكن تفاجأنا اليوم بأن إسرائيل قامت بقصف شاحنات المساعدات وضابط المعبر أيضا. طيب أستاذة رتيبة، أيضا تصريحات نتنياهو وبني جانتس باستمرار أعمال الحرب في غزة حتى القضاء على كل الفصائل الفلسطينية، كيف تابعت هذه التصريحات وردود الأفعال عليها في الداخل الإسرائيلي، خاصة وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية مقتل 3 من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي؟ يعني أولا بنيامين نتنياهو لا يعتبر الضغط من أهالي الأسرى هو الضغط الأكبر على حكومته، الضغط الأكبر هو حجم الخسائر التي يتكبدها الجيش وفشله في حتى اللحظة في تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة عسكريا، وفشله عسكريا أمام المقاومة الفلسطينية التي أثبتت بالأمس فقط واليوم من خلال الرشقات الصاروخية أنها ما زالت قادرة على المقاومة وعلى استهداف أهداف في داخل إسرائيل من جانب، ومن جانب آخر أيضا في المناطق التي اعتبرها الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين وأكثر أنها تحت السيطرة الكاملة في شمال قطاع غزة ما زالت هنالك أعمال مقاومة، بمعنى التهديد الأكبر لبنيامين نتنياهو هو ليست الأصوات المتعلقة بالأسرى وإنما حجم الخسائر الحقيقية في الجيش التي تدفعه للمرة الثالثة منذ بدء الحرب بتغيير التشكيلات العسكرية وسحب ألوية رئيسية
من قطاع غزة مثل لواء جولاني اللي هو لواء النخبة وعدد من الويات المظلية أو سلاح الجو الإسرائيلي. هذه عوامل الضغط الحقيقية على بنيامين نتنياهو، وكل تصريحاته الأخرى التي تتحدث عن إطالة أمد الحرب والتي تتحدث عن رغبته في استمرارها هي ليست أهداف حقيقية، وإنما هي نوع من الدعاية الانتخابية التي يستخدمها بنيامين نتنياهو لإطالة عمره السياسي أكثر ولجلب المزيد من الأصوات المتطرفة للحفاظ على حكومتها. نحن نعلم أن هذه الحكومة منذ نشأتها هي نشأت على أساس مقايضات وليس على أساس برنامج متين، وبالتالي في كل مرة يخرج علينا كتلة بن غفير أو كتلة سموتريتش بالتهديد بالانسحاب من الحكومة، وهذا ما يحدث حاليا. تخوف بنيامين نتنياهو من زيادة الضغط من هذه الكتلتين، خاصة أن استطلاعات الرأي في إسرائيل أعطته مؤشرات متدنية جدا مقابل المعارضة التي تزداد مقاعدها والتأييد لها في الشارع الإسرائيلي، يدفعه نحو هذه التصريحات لضمان بقاء هذه الحكومة متماسكة. واليوم أطل علينا بن غفير يطالب أيضا بإنهاء صلاحيات مجلس الحرب المصغر وإعادة الصلاحيات لكل الحكومة بشكل كامل حتى يكون جزء هو أيضا وسموتريتش في القرارات التي تؤخذ في موضوع الحرب والأسرى والتبادلات وغيرها من الأمور. هذه الأمور التي تدفع بنيامين نتنياهو للتصريح بأهمية الاستمرار في الحرب، وهو يعلم بأنه غير قادر على هذا الاستمرار فعليا، والدليل على ذلك القرار بالأمس بزيادة صلاحيات رئيس الموساد الإسرائيلي في التفاوض وفي مجالات التفاوض مع الجانب القطري ومع المقاومة الفلسطينية. أنا أشكرك، كنت معنا من القدس المحتلة الأستاذة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، شكرا جزيلا.